النائب هشام والي واحد من انشط نواب الفيوم. هناخد معاه كده لقاء سريع نعرف فيه في عده اسئله، ليه الفيوم مش موجوده في مكانتها الطبيعيه؟ ليه الفيوم طول الوقت محافظه حاسين اهلها وحاسين احنا شخصيا ان هي المحافظه المظلومه؟ ليه بتاخد وعود كتير جدا بالتنميه وهذه الوعود لا تنفذ؟ ليه حظها حتى وحش في المسؤولين اللي بيديروا اجهزتها التنفيذيه، رغم انه طول الوقت المصريين عندهم قناعه كامله انه شعب الفيوم او مواطني الفيوم هم الاكثر طيبه على الاطلاق؟ مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا محمد. بيه منور الفيوم والله. انت منور الفيوم. ربنا يخليك يا رب. والله منورين كلكم. ربنا يخليك. هبدا بالسؤال المحير لكل الناس تقريبا ومنهم انا، ليه الفيوم وضعها كده رغم كل الامكانيات اللي موجوده عندها؟ ليه الفيوم طول الوقت احساسنا بيها ان هي محافظه مظلومه؟ فبالتالي لما بنسال الناس في الشارع يقول لك اصل احنا ربنا ما كرمناش ابدا بمسؤول كويس، او النواب بتوعنا مش شايفين شغلهم على قد او مش على قد المسؤوليه. في حاجه غلط انا مش عارفها. الفيوم هي طبعا حظها بعيد عن الخط. الخط اللي هو يا خط النيل يا خط القطر. احنا بعيد عن الاثنين، فدي عامله لها مشكله لدرجه ان الرئيس من كام يوم في المؤتمر بتاع الاقتصاد بتاع الاستثمار لما ادى الاوفرز كلها للصعيد، الفيوم اتنست. الفيوم ما كانش موجود فيها في القرارات بتاعت المجلس الاعلى للاستثمار. المجلس الاعلى للاستثمار الفيوم مش موجوده، مع ان الفيوم صعيد. سقطت، دي كانت كارثه. هل سقطت كمحافظه ولا هو خد الصعيد كباكج واحد مثلا؟ لا، خد الصعيد كله محافظات الا الفيوم. اتنست، في مشكله عندها موجوده في النص، متشعلقه في النص. حاجه كده بره، لا صعيد ولا بحري ولا العاصمه يعني. لا هي صعيد. يعني هي صعيد، انما طلعت من الخط ما اعرفش ليه، طلعت من الحسابات كلها. احنا بعد ما ابتدينا مجلس النواب فعملنا اجتماع مع رئيس الوزراء. كان المحافظات خدها محافظات كده، فانا سالته سؤال، قلت له هو ليه الفيوم بالنسبه للدوله عامله زي اثيوبيا بالنسبه للرئيس الاسبق مبارك؟ غير مرغوب فيها، منسيه خالص. ما حدش بيجي لها، ما حدش بيعبرها. اللي يفضل تودوه. اللي جاي من اي حته، موظف من اي حته ملوش شغلانه، ودوه الفيوم. مش عارف هي دي ايه المشكله. هل حظها وحش في المسؤولين والمحافظين بضاعه؟ لا، مسؤولين مش المحافظين بس، المسؤولين عموما يعني. لا، احنا مره كنا في السويس فاهل السويس قالوا لنا ان السويس حظها بختها مايل في محافظينها. هل ده ينطبق على الفيوم؟ مش كله. لا، عدى علينا برضه محافظين كويسين. المحافظ الدكتور جمال سامي اللي جه كويس، اللي قبله طبعا في حاجات كتير متكعبله وانت عارف. القيادات نفسها، قيادات مديرين المصالح اللي بيتقدر في حته يجيبوه فيوم، اللي هو وكلاء وزاره التربيه والتعليم والمحليات كان يعني. من غير وكلاء الوزارات يعني. وكلاء الوزارات يعني اغلب اللي بيتقدر في مكانه بيجيبوا هنا الفيوم. مش عارف انا، في حاجه غلط. طيب، في كلام على انه حلقه الوصل كانت مفقوده في عهد المحافظ اللي فات ما بين المستشار وائل مكرم وبين النواب، ما كانش فيه تعاون بشكل كافي ما بين الاثنين لخدمه الفيوم، هل ده صحيح؟ طبعا. مين انت المسؤول؟ حسيتها يعني. انا حسيتها لما كنا في فيوم المره اللي فاتت. مين المسؤول بقى على الموضوع؟ مش النواب هو. دلوقتي هل الوضع اتغير مع المحافظ؟ لا، الوضع اتغير تماما. ما عندوش خلاف مع اي حد. دكتور جمال سامي ما عندوش خلاف مع اي حد، كل النواب حبايبه. وضع المستشفيات العامه في الفيوم، والفيوم واحده من اكثر المحافظات اللي اهلها بيشتكوا من قله الرعايه الطبيه وسوء جودتها. الفيوم هي المحافظه الوحيده اللي في مصر اللي ما اتطورش المستشفى العام فيها من ساعه ما اتعمل سنه 69. طيب، شكرا، وصلت الرساله. انما يعني انما احنا هنقول ايه بعد ان شاء الله عاده وزير الصحه ان السنه دي هتقابل. طيب، سؤال اخير بقى. اهل الفيوم نفسهم طول الوقت مشهور عنهم الطيبه. هل الطيبه بتاعت اهل الفيوم دي بتخلي طموحاتهم قليله للدرجه اللي وصلتهم للمرحله دي؟ ايه اكتر حاجه بتميز اهل الفيوم؟ طيبين جدا. انما دلوقتي محبطين جدا من كتر ما اهملوا احبطوهم، فمش مصدقينك قوي ان انت ممكن تعملهم حاجه كويسه. مش مصدقينك انك ممكن تاخدهم من منطقه قليله لمنطقه اعلى. فعشان كده مش هيمشوا معاك قوي، هم عايزين الحاجه الملحوظه الواضحه قدامهم عشان يقوموا من مكانهم يتحركوا. عايزينها يشوفوا بعينيهم، لان هم سمعوا كتير قوي، بقى لهم عشرات السنين بيسمعوا. صحيح، انا بشكرك جدا سيادة النائب هشام والي. انا بشكر حياتك، شكرا حبيبي. ده كان لقاءنا مع النائب هشام والي كصوت معبر عن صوت نواب الفيوم او الجهاز الرقابي في التشريعي في الفيوم.
اللي قالوا في الاخر هي مربط الفرس زي ما بيقولوا. اهل الفيوم محتاجين يشوفوا بعينيهم، لانه حرام وعيب الفيوم اللي هي بنصنفها انها مصر الصغرى علشان تعدد مواردها، سياحه وزراعه واثار وسياحه علاجيه ويعني وصيد وكل ما تتخيله في الدنيا بقى موجود، ويبقى حال قرى الفيوم وطرقها ومستشفياتها بكل هذا الفقر. فبالتالي الطيبة تحولت إلى إحباط، وهذا الإحباط لن يغيره أحد في أهل الفيوم إلا حاجات على أرض الواقع، أشياء ملموسة جدا، أشياء ملموسة تكفي إن مواطن الفيوم يحس إن المستشفى اللي اتعملت في الستينات أخيرا هتتطور، لكن ده ما بيحصلش دلوقتي. الفيوم حلوة، الفيوم جميلة، الفيوم غنية، بس محتاجة رؤية وتصور.